منصات نعيمة. صباح النور، مرحبا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الإذاعة الوطنية. شنو يحكي؟ وإحنا اليوم باش نحكيو على لقاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني بنظيره الليبي عبد الحميد دبيبة، وكذلك لقاء برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول تسهيل إجراءات في المعابر بين البلدين ومسألة الهجرة النظامية اللي كان هذوما غير النظامية. غير النظامية، عفوا، مش هجرة نظامية. مش نحكيو زادة في الجزء الثاني من لقائنا لليوم على مراقبة المنتجات الغذائية تزامنا مع فصل الصيف. نعرفوا اللي الدنيا تسخن وفما برشا منتجات غذائية يولي فيها هكا نعسوا على رواحنا شوية فيها. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن، حديث الساعة. ونعيمة، قبل ما نمشيو لموضوعنا الأول، وريثما يكون أو تكون المكالمة الهاتفية جاهزة الحقيقة، باش نعاود نرجع معاك نعيمة ومع نجم باش نحكيو في موضوع الحقيقة كان تطرق له النجم في أكثر من مناسبة، هي حوادث الطرقات المقلقة جدا، السياقة بسرعة مفرطة، التجاوزات اللي قاعدة تصير على الطريق وتخلف أرواح. لهذا ماهوش معقول برغم المجهودات المبذول، المجهودات الأمنية المبذولة، ولكن تصرفات عدد من السواق يعني فوق المعقول وفوق المنطق، هذا ماهوش معقول. هو في الحقيقة هذا موجود برشا ويزيد في الصيف، سواء سلوكات معناها متهورة فردية وإلا ساعات لي تحت حالات من قلة النوم، باعتبار أن التونسي يسهر برشا في الصيف وعنده برشا تحركات تنقلات ما بين المدن وداخل المدن أيضا، ويحضر في الأفراح وفي غيرها، وسخانة ما تخليش برشا ناس ترقد، وأيضا زادة تحت مفعول مواد أخرى معناها يتعطاها بعض سواق العربات في تونس، وهذا نعرفوه بكنا وقاعد يمكن يزيد. نذكروا البارح الفاجعة اللي صارت في الوردية، وكيفاش صاحب شاحنة ما غير ما قاطرة ودخل في مقهى صحيح على الرصيف وقريبة ياسر للرصيف، ولا دخلت في كليت الرصيف بكل، لكن نشوف الفاتورة اللي خليتها، زوز قتلى ربي يرحمهم وثمانية يضري أو عشرة مصابين إصابات متفاوتة نتيجة السرعة بالكميون هذا قاعد يجري في منحدر وغيره، دخل في القهوة اللي معروفة اللي يعرف دخل في زوز كراهب وبعد دخل في القهوة. هل سمعت اليوم شاهد عين قال فما ناس فاقت بيه قامت من القهوة ونجمت تهرب، والبقية والمتوفين الله يرحمهم وينعمهم زوز شباب صغار عمرهم بين في العشرينات، زوز معناها يلقاو رواحهم معناها يخسروا عمرهم وحياتهم في جرة سائق متهور، خاطر هو كان يسوق بسرعة جنونية حسب ما عبر عليها سيمونير الريبي اليوم الصباح على موجة الإذاعة الوطنية، قال سرعة جنونية معناها. ونعرفوا اللي يسوقوا الأكثرية، الحقيقة أنا ما نسوقش، أما قالوا لي الشاحنات هذوكم الفرام تاعهم صعيب معناها باش تلقاه في ساعة وباش نجم تتحكم فيها. هو صحيح، خاصة هي فيها منحدر البلاصة هذيك وتز وتجيب كياس مش كبير ياسر، والسرعة هذه ثم ناس زادة ثم ظاهرة واحدة أخرى حكيت عليها برشا مرات، هي دريفتينغ، هذه الناس اللي تعمل في الشباب هم صغار خاصة يلعبوا بالسيارات نتاعهم ويحدثوا هذه موضة ولا حاجة موجودة في البلدان الخليجية. ولكن هذه شاحنة أول حاجة، وحتى نمشيو للمكالمة الهاتفية في الانتظار، راهو فما برشا حاجات متداخلة وصلتنا للحالة اللي احنا نعيشوها. أول حاجة الشاحنات اللي تمر من وسط البلاد، وهذا غير معمول به في عدد من البلدان، عندها مسارات معينة الشاحنات الثقيلة، الإفراط في السرعة توقيت حوالي منتصف الليل تقريبا، فالازدحام ماهوش كبير، الازدحام مروري، وبالتالي استعمال شاحنات ثقيلة وسرعة مفرطة هذا ماهوش معقول في منطقة سكنية، وأيضا المقاهي اللي احتلت الأرصفة تجاوزتها أي بطبيعة الحال هذا إشكال كبير. احنا باش نمشيو بطبيعة الحال للشقيقة ليبيا، سعيد جدا وأنه يكون معنا عبر الهاتف مدير تحرير بقناة ليبيا الوطنية محمد حديد، وباش نحكيو أساسا في لقاء رئيس الحكومة يوم أمس أحمد الحشاني برئيس حكومة
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة. الموضوع هو سبل تدعيم وتطوير التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية. أيضا رئيس الحكومة كان التقى كذلك برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والموضوع دائما البوصلة هي نفسها الهجرة غير النظامية. مرحبا بك محمد حديد على موجات الإذاعة الوطنية. شهاب ومرحبا بضيوفك الكرام وبمستمعيك الكرام، وتحية لكم من العاصمة طرابلس، وتحية لكل أخوتنا وشقائنا في تونس. يوم الأمس كانت تونس حاضرة طبعا وبقوة في منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي انعقد في فندق ريكسس في العاصمة. كان في حضور مكثف لدول الساحل والصحراء وأيضا دول منطقة حوض البحر المتوسط من الجانب الأوروبي وممثلين عن الاتحاد الأوروبي. الهدف من هذا المنتدى هو وضع حل جذري لإشكالية الهجرة غير النظامية واللي تأذت منها تونس مثلها مثل ليبيا وأيضا مثل أوروبا اللي تستقبل كل يوم وكل ساعة مئات المهاجرين. الجديد في هذا المنتدى والحقيقة هو كان موضوع افتتاحية اليوم بقلم نجم الدين العكري محلل الحصة، الجديد أساسا هو ضرورة، وهذا قلناه سابقا، ضرورة التفاوض مع بلدان المصدرة للمهاجرين غير النظاميين، لأنه تعرفوا أنه موقف تونس وموقف ليبيا هو موقف واحد وموحد، لا يمكن لتونس أو ليبيا أن تكون أو أن تكون حارسي حدود لأوروبا. صحيح. وبالتالي التفاوض من أصله كان مغلوط، كان من المفترض أن الدول الأوروبية تتفاوض مباشرة مع الدول المنشأ، الدول المصدرة للمهاجرين غير النظاميين، وهذا ما وقع طرحه يوم أمس في المنتدى أعتقد. وهذا كان أستاذ شهاب وكان أبرز المحاور اللي أقيم من شأن هذا المنتدى، وهو ضرورة وضع حل للمهاجرين أو لدول المنشأ التي تصدر المهاجرين إلى أوروبا عبر المعبر الأبرز الآن وهو ليبيا. وتونس تأذت من هذه المشكلة كونها أصبحت أيضا بلد عبور، ولكن في المقابل أستاذ شهاب تونس ليس لها حدود مشتركة مع دول المنشأ. نعم صحيح. وبالتالي إشكال الحل يجب أن يتم التنسيق والتشاور مع الجانب الليبي كونه هو البلد الأبرز الآن من ناحية عبور المهاجرين. إذا قارنا هذا الموضوع بالجزائر كونها هي أيضا لها يعني جوار مع دول المنشأ، ولكن الجزائر يعني استطاعت بكل ثقلها أن تضع حد لمشكلة المهاجرين من ناحية دعم حرس الحدود. أنت تعرف الوضع في ليبيا وخاصة في الجنوب الليبي، مشكلة دعم حرس الحدود هي مشكلة قائمة. ما حدث في ليبيا في السنوات السابقة من اقتتال وانقسام سياسي أثر بشكل كبير على هذه المسألة، وبالتالي رؤية الحكومة هنا في طرابلس حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذا المنتدى هو أن يضع الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، يعني يضع دعنا نقول رؤية استراتيجية للحل من الجانب التنموي في دول المنشأ. يعني إذا كان هناك دعم لدول المنشأ، دعم اقتصادي، دعم تنموي، دعم سياسي، أيضا هناك دول يعني تشهد انقلابات يعني سياسية واضطرابات أمنية، نقصد عن دول المنشأ يعني جنوب الصحراء. وهذا يعني وهذه هي الأسباب التي أدت إلى خروج المهاجرين عبر الصحراء والتوجه إلى أوروبا. أوروبا يعني من خلال عملياتها في البحر المتوسط يعني بدأت ترجع المهاجرين إلى ليبيا، وبالتالي الثقل والعبء جاء عليها. ما يعني الإشكال الذي تأذت منه تونس قبل الاتفاق ما بين ليبيا وتونس في عملية تأمين المعابر والمنافذ راس جدير ووازن، يعني تأذت من هذه الإشكالية، وأعتقد أنتم أدرى بهذا الموضوع. يعني أصبحتم الآن في مشكلة، ويعني المهاجرين يحتاجون إلى معاملة إنسانية، هناك يعني أنظار تتجه إلى ليبيا وتونس في هذا الخصوص، وبالتالي جاءت هذه المبادرة وهذا المنتدى لوضع هذا أو وضع النقاط على الحروف. وحضر الجانب التونسي في ممثلا أو ممثل عنه من رئيس الوزراء التونسي الحشاني، وكانت هناك العديد من المحاور
ومحاور مهمة. بالضبط بالضبط. وهنا أريد أن أسألك بخصوص اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة أحمد الحشاني برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، هل من معطيات رشحت عن هذا اللقاء الذي جمع رئيسي الحكومتين؟ هو أستاذ شهاب يعني الاجتماعات والتشاورات بين المسؤولين هي مستمرة يعني. نعم. نعم هي مستمرة، ليست حتى في هذا المنتدى وإنما قبل هذا المنتدى وبعد هذا المنتدى. ولكن يعني كان قبل حتى اجتماع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة برئيس الوزراء التونسي بنظير التونسي الحشاني. نعم. كان هناك انعقاد منتدى وشارك فيه الحشاني مع نظرائه في هذا المنتدى وتحدثوا عن وضع لإشكالية هذه الهجرة، ولكن بالأساس الاجتماع تناول بين رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة ورئيس الوزراء التونسي يعني الاجتماع التشاوري يعني تم فيه التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة لحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحتها. أيضا يعني تم تناول عدد من الملفات منها سير العمل في منفذ رأس جدير بعد إعادة افتتاحه الأيام الماضية قبل أسبوعين تقريبا. نعم. ملف السجناء بين البلدين، تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين يعني تعزيز أكثر للعلاقات وتبادل يعني وجهات النظر، ويعني دعني أقول لك يعني أن العلاقة بين تونس وليبيا هي ليست علاقة حدود، أنت تعي جيدا وكذلك في تونس. طبعا بكل تأكيد، ولكن ما يقع على تونس يقع علينا. نعم. ونحن نريد الحل بالضبط هنا بالضبط. يعني حتى الشارع يتحدث عن يعني ضرورة إيجاد حل لمسألة المهاجرين حتى لا يتأذى. نعم. الشعب التونسي هناك أكثر من هذه المسألة. وأنت ذكرت محمد حديد ذكرت نقطة مهمة جدا ما تعلق بالمبادلات التجارية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. تعرف مؤخرا وأنه معبر رأس الجدير عاد للعمل بعد توقف ناهز 3 أشهر أو ما يزيد. المبادلة التجارية ظلت تراوح نفسها، فليست بالنسق المطلوب، هنالك تعطل لبعض المبادلة التجارية بين البلدين، وأنت تعرف أهمية هذا المعبر بالنسبة إلى البلدين. أعتقد أن هذا المنتدى جاء في وقته لتسريع المبادلة التجارية وتطوير المبادلة التجارية من خلال هذا المعبر، إضافة إلى معبر ذي بواز. شوف أستاذي الكريم، يعني ما فيش ليبي ما يعرفش بالقردان، ما فيش ليبي ما يعرفش مدنين، ما فيش ليبي ما يعرفش قابس، ما فيش ليبي ما يعرفش ساقط، ما فيش ليبي ما يعرفش تونس العاصمة، سمي ما شئت من الولايات. نعم. التونسية كل الليبيين يعرفوها. نعم. والعكس أيضا، كل التوانسة يعرفوا المدن الليبية. صحيح. كل التوانسة يزورون المدن الليبية ويعيشون يعني كونهم شعب واحد. ولكن ما حدث في الأيام الماضية من إغلاق للمعبر هو أثر بشكل كبير على الجانبين. صحيح. نتحدث هنا عن طريق المسألة التجارية. يعني المناطق الحدودية ما بين ليبيا وتونس تأذت بشكل كبير في مسألة التجارة وتجارة العبور، ولكن هناك يعني قوانين تحكم هذه التجارة بعيدا عن مسألة التهريب، على سبيل المثال تهريب الوقود وتهريب البضائع، ولكن يعني فتح المجال الآن في هذه الفترة للتجارة بشكل قانوني أكبر. نعم. وهذا ما يحتاجه الجانبان. يعني ننتظر المزيد، هناك العديد من التشاورات، أعتقد إلى حد الآن ما وصلتنا من معلومات هو يعني بعد إعادة افتتاح هذا المعبر قد تكون هناك تشاورات أكبر بالنسبة لدخول البضائع بين الجانبين، وبالتالي عملية التنمية قد تزداد أكثر، ونتمنى ذلك طبعا. نعم. التنمية الاقتصادية بين البلدين. نعم. أيضا رئيس الحكومة أحمد الحشاني التقى كذلك برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دائما في إطار. نعم. أشغال المنتدى، هل من معلومات حول هذا اللقاء؟ نعم، هو يعني المعلومات التي رشحت عن لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد النفي برئيس الوزراء التونسي، وتم فيه يعني تنسيق الجهود بين الدول الثلاث وهي تونس وليبيا والجزائر، وكان هناك اجتماع ثلاثي في 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 الأيام الماضية حول مسألة يعني التعاون في كافة المجالات والتلاحم والعمل الثنائي المشترك، وأيضا يعني التشاور على المستويين الإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بالهجرة. يعني كانت الزيارة أمس تعنى بالهجرة، وبالتالي اللقاء بين المنفي والحشاني كان يتحدث عن المسائل المتعلقة بالهجرة. يعني هو الوضع
أو في رأيي أو في اعتقادي أن الرسالة يجب أن تصل للاتحاد الأوروبي أو حتى للشارع الأوروبي، دعنا نقول كونه هو المحرك الأساسي والضغط الأساسي على الحكومات الأوروبية التي اتخذت من مسألة الهجرة محورا لها في الحملات الانتخابية الرئاسية، وتترى ذلك على يعني مدار السنوات ان تكون هناك محمد بعد اذنك محمد حديد بعد اذنك محلل الحصه نجم الدين العكاري يريد التفاعل معك. نعم تفضل استاذ نجم الدين. اهلا وسهلا استاذ محمد، حبيت نسالك في البارح من المخرجات للمنتدى هو تخصيص مساعدات ماليه لخلق استثمارات تنمويه في بلدان المصدره لليد العامله وللمهاجرين غير النظاميين، هل تم الحديث عن قيمه اجماليه لهذه الاستثمارات الاوروبيه رغم اننا نلاحظ منذ سنوات أن أوروبا شحيحة جدا في هذا المجال، هل تم الحديث وإلا كان كلاما فضفاضا فقط؟ هي عبارة عن رسالة وجهت أستاذي الكريم، رسالة للحاضرين، رئيسة الوزراء طبعا الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الداخلية الإيطالي كان حاضرين في هذا المنتدى، وبالتالي يجب الرسالة أن تصل إلى الاتحاد الأوروبي أيضا عن طريق رئيس الوزراء المالطي الذي حضر يوم أول أمس بالتحديد ووقع اتفاقيات بين ليبيا ومالطا بخصوص إشكالية الهجرة، وبالتالي التنمية في دول المنشأ تحتاج إلى استراتيجية واضحة وتحتاج إلى يعني دراسة أكبر، هي يعني تخصيص الموارد المائية الموارد المالية كيف سيتم؟ سيتم عن طريق ماذا؟ نحن هنا حتى كصحفيين نتساءل عن تفعيل الاتفاقيات السابقة، كانت هناك معاهدة صداقة وشراكة بين ليبيا وإيطاليا بالتحديد سنة 2008، كان هناك يعني تحمل في طياتها العديد من البنود منها تخصيص 50% للتنمية في ليبيا وتخصيص وعفوا 50% تعطيها أوروبا إيطاليا للتنمية و 50% أخرى تعطيها أوروبا، ماذا بشأن هذه البنود؟ أيضا الاجتماع والقمة التي انعقدت في 2010 قمة الاتحاد الأفريقي الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 2010، كانت هناك أيضا اتفاقيات في 2012 2017 2020 ومؤخرا في 2023 و2024 كلها تعنى بمسألة وضع حل لمسألة الهجرة. رفض فكرة التوطين طبعا هي المسألة الأساس التي تم الحديث عنها، فكر توطين المهاجرين داخل ليبيا وضع حلهم رحلات الطوعية، كانت هناك مبادرة من رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة يعني برفع تأشيرة الرسوم عن المهاجرين الذين يريدون العودة طوعا إلى بلدانهم، لكن هذه المبادرة تحتاج إلى دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي وضع ميزانية مخصصة لدول المنشأ. شكرا جزيلا انتهى توقيت للأسف. محمد حديد مدير تحرير بقناة ليبيا الوطنية، على كل ما أفتنا به سنتواصل في أكثر من مناسبة، شكرا جزيلا مرة أخرى وتحية لكل أشقائنا في ليبيا. الموضوع كان الهجرة غير النظامية، الهاجس هاجس البلدين في الحقيقة. نتوقف الآن مستمعينا.